مع هذا احمد سموه محمد. ايش سموك؟ محمد ايش؟ مخيني. محمد مخيني تو هنا في مسندم. ليش؟ حسب تقدمت فعاليه انا سويت مذيع وانا تشبهني. ايه وادخل كماك اقول جاهزين الحين برويك الفيديوهات. ما عليك يا اخي والله غنوزه نفس الغنوز فعلا سبحان الله. بس ما فيك الحيه والله. فيك الحيه بس شوي عينك من دفنات شو لو تطلعهم برا. هذه رسالة حال صيدليات في خصب. يعني بالله عليكم ما في صيدلية مفتوحة بخصب. الحين الساعة كم؟ الساعة 10:30. يا ربي ما حد يشرب دواء الساعة 10 معكم؟ كل يوم جايين الاحتفالية لازم يشكرون. يا رجال بشتري حبوب ما منتهي. ما حل إذا حد بصيدلية هني يروح. أنت ويش فيك؟ حل السؤال ما في صيدلية مناوبة؟ ما في. انت بريت كل الصيدليات الان؟ الصيدليه هاي والصيدليه هاي باقي الا في اللولو. اللولو مكسره ما في. ما في مكسره في اللولو. عيل ماشي خلاص. اسال اشال. ما يصير ما في صيدليه. ما في صيدليه مناوبه بخصب ما في. محمد بسالك سؤال. اسال. شفت في صوره هناك لبارد من؟ صوره ابويا. ابوك حاط لنا قدام؟ ايه. وينه؟ لا الوالد وينه؟ متوفي. الله يرحمه ويغفر له. امين يا رب. الله يرحم الله. وانت كل ما مشيت مكان صوره وياك حاط رب العالمين وابوك. نعم الله يرحمه ويغفر له. رب تشتر... العالمين رب العالمين وياي وثم صوره ابوك وثاني شيء ابوك في قلبك. نعم بقلبك وحاط لنا امامك ولين ما تمشي. حاط لنا امامك. الله يسعدك يا رب. تشتغل؟ لا بعد يوم. ما تشتغل بعد يوم. ما شاء الله. اذا هني شو قاعد في خصب؟ والله قاعد يعني على نفس ما قلت لك البرامج وما برامج زين. والله يطول بعمره المعالي ما مقصر وياي. وزير الدولة قول لي في دعم من معالي السيد المحافظ. نعم قال لي محمد أنا أعتبرك واحد من عيالي. الله أكبر. معالي؟ نعم معالي. يوم أتخلى يعتبرني ولده. الله. ما يعتبرني. ومعالينا معروف يوم الواحد يروح عنده ما يعتبر أنه جاي شاكي همه يعني يسمع كأخوه كولده ك معاك ومع كل واحد في المحافظة. نعم مع كل واحد. فأنا قدم يعني لك الدعم. نعم قدم لي الدعم. معالي السيد. نعم معالي السيد إبراهيم الوسعيدي. نعم وزير محافظ مسندم. نعم وأنا كل همي يوم أسير عنده أرتاح. والله أرتاح حتى ما أتكلم في سنابي. يوم أطلع من عند الوزير أرتاح. وتقول لي دعمك. نعم. فأنت ما والدك توفى ولكن والدك الآن موجود في مسندم. والدي موجود اللي هو معالي. معالي معالي السيد الموقر بيض الله وجهك. الكل يذكرك بالخير. ما قصرت مع شباب المحافظة ولا راح تقصر. وحاطنهم في عيونك الثنتين. الله يسعدك يحفظك. هذا ما كلامي أنا، هذا كلام شباب المحافظة ويعتبرنا عياله. وأنتوا تستاهلوا كل خير ومعالي ما يقصر بإذن الله. الله يحفظك. أيضا بدعمك وأقدم لك الدعم. ما تقصر. وأطلب من كل متابعين يضيفوك في السناب حيهم وإن شاء الله تكون من مشاهير السوشيال ميديا بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. وتقدم محتوى جميل. هذا أبو غانم. تعال أبو غانم. أبو غانم أيضا بيعطيك وشاح. خله 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 خلك ويلبسك أيضا وشاح أبو غانم. تستاهل كل خير. الله يخليك. هذا الوشاح لك. زين وأطلب من الجمهور الآن ما يضيفوك يفجروا حسابك إن شاء الله. بس كسرت لرقبته. غنوز غنوز نفس الشبه.